ودلوقتي بقى معانا الستوري، هنعمل ستوري صغيره هنتكلم فيها عن موقف ليه علاقه بالتوبيك او بالموضوع بتاع النهارده. وهيبقى مطلوب منك انك انت بعد ما تسمع الستوري دي وتفهم كل حاجه فيها تعمل ستوري شبهها عن حياتك انت الشخصيه. جاهز؟ يلا بينا. I work 6 days a week, so my only vacation is on Friday. I like to spend it outside. Sometimes I hang out with my friends, but I usually spend it alone. I take a walk, have my breakfast in a restaurant. You know, today is Friday, so I want to play some video games. Yeah, I also like video games. فبطل القصة بتاع النهاردة بيقول I work 6 days a week. I work 6 days a week يعني أنا بشتغل 6 أيام في الأسبوع. So my vacation is on Friday يعني أجازتي هي يوم الجمعة. I like to spend it outside يعني بحب أقضي الأجازة بتاعتي برا البيت. Outside يعني برا البيت. Sometimes أحيانا I hang out with my friends يعني أحيانا بأقضي وقتي أو بتسكع أو بتصرمح مع أصحابي. But I usually spend it alone بس في الغالب يعني عادة I usually spend it alone يعني بقضي الفيكيشن بتاعتي لوحدي. Alone يعني لوحدي. I take a walk يعني بتمشى. Have my coffee in a restaurant يعني بشرب القهوة بتاعتي في مطعم. You know يعني عارف. Today is Friday يعني النهاردة يوم الجمعة. So I wanna play some video games يعني أنا عبالي كده أو نفسي ألعب شوية ألعاب بلاي ستيشن بقى أيا كان اللعب اللي هيلعبها. Yeah I also like video games يعني أيوة فعلا أنا بحب برضو إن أنا ألعب ألعاب فيديو جيمز أو بلعب بلاي ستيشن أو بلعب ألعاب عموما.